دولفين راديو. أسماء السعادة مع الأستاذة أسماء الهاشمي من 2 حتى الخميس من 6 ل 7 على راديو بلوس. السعادة قريبة منا، تنعيشوها ولكن ما حاسينش بها. وعودة إليكم أصدقائي في يوم جديد وسعادة جديدة. اللهم الحمد لله على أين احنا واقفين، على جينا الحمد لله، وبما أننا مستعدين باش عشنا نهار وباقي نعيشوا الليل ديالو والمساء ديالو إن شاء الله، فهذه طبعا من كرمات الله ومن أرزاق اللي خصنا نحمدوا عليها. على أين غنخلي تمرين الحمد كما العادة في آخر طبعا الحصة. واليوم غادي نذكر بالنسبة للإخوة اللي التحقوا بنا أننا تنتكلم اليوم في مجال الأسرة، في مجال الأولاد، في السعادة في البيت. إذن السعادة الزوجية هي الموضوع اليوم اللي غادي نكملوا فيه داكشي اللي هدرنا فيه الثلاثاء السابق. وطبعا نذكر بالأرقام 0526 66 66، 0526 66 67، و 0526 66 68. بالنسبة للإخوة اللي بغاو يشاركوا في الواتساب برسائل صوتية، دونك الرقم هو 0662 02 79 09. وعندي اشتراكات في الواتساب بالنسبة طبعا علنا على الموضوع البارح، فكانت هناك اشتراكات، وغادي نبدأ بالاشتراك ديال الأخ سعد اللي تقول في هذا الموضوع. السلام عليكم، تحية لك أستاذة أسماء والفريق التقني العامل معك. في البداية أود أن أشكرك على المواضيع القيمة التي تختار لها كما قلت بكل دقة وعناية. بالنسبة للموضوع اليوم، السعادة الزوجية، لا يختلف اثنان كون السعادة الزوجية مبنية على جوج العناصر، الزوج والزوجة. باش تنجح العلاقة كنظن أن العنصرين الاثنين خصهم يساهموا بشكل إيجابي في إيجاد هذه السعادة هذه، لأن السعادة هذه لا تكتمل إلا بسعادة الاثنين، جوج ديال الناس. باش تكتمل هذه السعادة هذا يعني خصني نوفروا لها الجو العام ديالها، الجو العام والجو الخاص، يعني كل ما يتعلق بالبيت وموجبات البيت. خص الزوجة تكون يعني موفرة جميع الشروط اللازمة. إن فوا يدخل الزوج للبيت ديالو ولا المنزل ديالو يعني كيحس بهذيك السعادة، والعكس صحيح. الزوج هو من جهة خصو يوفر جميع متطلبات البيت، كاع ما يخص البيت وما يخص الزوجة، ناهيك على المسائل الأخرى التي يكون العامل ديال الروح، التقاء الروح بجوج يعني واحد العامل أساسي من أجل إنجاح هذه العلاقة هذه. وشكرا. نزيد نشرح شويه داك العامل ديال الروح. واللي بغيت نقول هو تقصد تكون واحد تيليباتي من طرف الزوجه ومن طرف الزوج. الزوجه خصها تكون كتفهم الزوج على اي حاجه باغيها مثلا، ولا يعني كيعزز عليه خص تكون استباقيه واش توجدوا داك الشيء اللي بغا. والعكس صحيح حتى بالنسبه للزوج، حتى هو خصو يكون هذا العامل، حتى هو كيبان لي خصو يكون عامل مشترك بين الطرفين باش كل العلاقه اكثر سعاده واكثر يعني راحه. وشكرا لك استاذه. شكرا الاخ سعد على هذه المشاركه. وطبعا الاخ سعد هو يعني مستمع وفي البرنامج، وبزاف المرات سمعنا الراي ديالو، فتنطلب من الاخوه الاخرين يعملوا بحاله ويعطيونا الاراء ديالهم، لان طبعا تعدد التجارب ويعني هو اللي تيجعل الغنى الحوار وتيستافدوا اخرين، وايضا حتى احنا تنستافدوا. عاد يمكننا نقولوا طبعا شنو كاين في هذا الباب. فهي كأي هي العلوم الإنسانية بشكل عام، ما كاينش واحد يعني علم واحد زائد واحد يساوي اثنان، أو كاين واحد التركيبة اللي ممكن غادي تمشي في جميع الأزواج إلى آخره. طبعا هذا الكلام ما كاينش، يعني كل أزواج عندهم طريقتهم باش يلقاو طبعا كيفاش أنهم يمكن لهم ينجحوا العلاقة ديالهم. غادي
نتكلم على النقطة اللي تكلم عليها الأخ سعد واللي كانت هي مبرمجة عندي، هو احترام الاختلاف. أنا قلتها دائما، تنقول هاد الأزواج هادو هما واحد شخصين، كل واحد فيهم جا من دار، وكل دار عندها العادات والتقاليد ديالها وعندها طبعا سلوكيات، فكل واحد جاي بكفته، واحد جاي من جهة واحد جاي من جهة، وغادي يولي وغادي يديروا واحد البيت جديد، وكل واحد طبعا بالنسبه له العادات ديالو والسلوكيات ديالو هي الامثل. طبعا كان هناك حوار قبل وكان طبعا تفاهم الى اخره، لكن هذا ما يمنعش انه بعض الحاجات يعني المشاكل الزوجيه اللي تتكون هذا هو انه الانسان تيظن بان القرار ديالو هو الصائب. فهنا كما قلنا بشويه بشويه الانسان تيتعود على الاخر. باقي تذكروا ايضا التدخل ديال الاخ هشام الحلقه السابقه، كان تكلمنا على الثقه، لان في الاول باش تكون الثقه والتعامل الى اخره خص واحد الوقت معين، باش الواحد كما قال الاخ حتى هو ساعات يقول لك خصها تعرف، ولكن حتى هو خصو يعرف داكشي اللي كاين، كلا الطرفين خصو يهتم بالاخر ويشوف بحال شي واحد ملي تيمشي شي عمل جديد او هذا، تنسميوها ديك لا بيريود الاولى، ديك الفتره الاولى ديال لوبسيرفاسيون، خص الانسان يلاحظ يسجل هادي تتعجبو هادي ما تتعجبوش، هادي تتعجبها هادي ما تتعجبهاش، امتى تيكون هذا الوقت هذا هو المناسب باش تيكون مفتوح الكلام والنقاش هذا. فهاد كل هاد المسائل هادي اللي انا تنستوعبها وتنعملها في الذاكره ديالي تتساعدني باش نسير بواحد الشكل فعال العلاقه الزوجيه، لان ما يمكنش غير نجي ونفرض اموري ونفرض هذا بشويه بشويه. حتى بالنسبة لي أنا تنفضل أنا بغيت ويكون طبعا هناك حوار، هذاك الحوار هو اللي تيغني، يعني فرق كبير أنك تفرض على شي حد شي حاجة، وفرق كبير على أنه بالعكس شرحتي لي وعجباته وخداها وغادي يقوم بها، فهذا هو الفرق. فإذا خاصني نمشي بالمهل بشوية، خاصة متى تكون بداية العلاقة الزوجية حتى تكون الثقة، وتنعرفوا بأننا عندنا واحد استراتيجية يعني غادي نمشيو عليها بجوج، وبأن المصلحة الأولاد، المصلحة ديالنا، المصلحة السعادة ديالنا. لأن لو أنا تندوز واحد أسبوع في النقاش وفي الخلافات، فين الراحة؟ واش الناس زوجات باش ترتاح، ولا زوجات باش يعني باش تعذب باش تكون؟ إذا هنا خصني نعاود السؤال، هو الزواج شيء جميل، إذا غادي نشوف ديال الأخ حميد، هو بان ليا التدخل ديال الأخ حميد تيتكلم على السعادة الزوجية. إذن السعادة الزوجية أو بالأحرى، إذن الأخ حميد يقول مساء الخير أستاذة، تحية الطاقم تقني البرنامج، موضوع السعادة الزوجية أو بالأحرى الحياة كشخص عازب، أعتقد أن الشخص إذا أراد حياة زوجية سعيدة أن يركز على الأساسيات المكونة من الثقة بين الزوجين يلي ذكرنا دابا، الصراحة في كل أمور، هذا ضروري أيضا، إذا الصراحة في كل أمور، عدم الغيرة المفرطة أكيد تتعمل مشاكل، المسؤولية بين كلا الزوجين، الاهتمام والوقوف جانبا إلى جنب في السراء والضراء، والتحلي بالصبر ثم الصبر ثم الصبر. إذا شكرا للأخ أيوب على هذه المشاركة، الأخ أيوب مشاركة ديال الأخ أيوب هذه فيما يخص السعادة الزوجية. إذا هو دائما تيذكرنا طبعا الثقة، كما تنقولوا تنعاود الثقة، ضروري ما تكون الثقة، ولا ما كانش الثقة ما كاين والو بصراحة ما بين الزوجين. الصراحة ضرورية، يعني الصراحة شيء مطلوب ومرغوب، لأن ما لو ما كانش الصراحة غادي يكون بعض المسائل غادي تطلب مني واحد الجهد كبير باش نخبيه إلى آخره، وتيكون الإنسان حاس براسو يعني ما مرتاحش، فبالتالي الصراحة غادي تسهل عليك الأمور، الحياة يعني بركة فيها المشاكل ديالها، فلو زدت عقدت أيضا في البيت وكاين شي مسائل مخبيها وتنبقى نعمل هكذا باش نلقى هذا، فهذه مسائل طبعا تتعقد لي الحياة، وما غاديش تكون التقنيات اللي غتسهل لي الحياة الزوجية الصراحة، راحة كما خلاوها الناس القدام. الغيرة، ذكر الغيرة طبعا هذا من الأشياء القبيحة في الأزواج، أي حاجة تتفوت حدها تنقلب طبعا إلى ضدها، فطبعا الإنسان عادي جدا وطبيعي أن الإنسان يهتم بأمر المحبوب دياله أو الزوج دياله، لكن في شروط معينة، مني تيولي حب تملك إلى آخره، فهنا تيخرج الموضوع عن السيطرة، مني غتيولي أي حاجة تتسبب مشكل،
فهو تيكون ايضا مشكل في الثقه في النفس بالنسبه للشخص المفرط في الغيره. هنا حذاري طبعا، هذا من الاشياء اللي يعني تتعطي واحد الوعكه صحيه جدا للازواج. روح المسؤولية ضرورية باش من الإنسان ما يحش براسه بأنه هز الحمل بوحده. فهي العلاقة الزوجية طبعا كشركة، كل واحد فيه عنده الاختصاصات دياله والواجبات دياله والحقوق دياله، فإذا ضروري ما يكونش الدرك على واحد، يعني ما يكونش عند الراجع عليه كل شيء وعنده تيرجع مثلا لو أن الزوجة جلسة في البيت إلى آخره والزوج تيرجع وعاد يحفظ الدراري إلى آخره، راه بزاف يعني يتقاسم الأعمال وتحمل المسؤولية ديال الحياة شيء مهم، وخاصة إذا كانت تنهزوا القفة بجوج تتكون أمر جميل. إذن عندي مشاركة من الهاتف من الأخ، إذن منى مومنا. أهلا للا مومنا. مرحبا سهلا. أهلا أهلا، هذه الأخت مومنا اللي ساكنة في الدار البيضاء ولكن من الأقاليم الصحراوية ياك. أهلا ومرحبا بك أنت طبعا. الله يبارك فيك. هاني وقل لنا دابا نتوما شنو كيفاش تخلقوا السعادة الزوجية عندكم؟ اول حاجه بعد في الزواج هو الانسان في البدايه يقول العيوب اللي فيه، الاعتراف بالخطا فضيله. حيت علاش دابا ما كيقولش الانسان العيوب اللي فيه من يتزوج؟ كيوقعوا مشاكل، يعني الانسان كيغطي فينا الحاجه الزوينه اللي كيبي الحاجه اللي فيه، حين اي واحد يكذب عليك الكذاب يقول لك انا راه كل ما فيا تمس لخايبه. وما يمكنش، راه يعني الكمال لله وحده. كتشوف بزاف ديال الناس اللي كتشوف فيهم كيوقعوا في الجواز، كيكون انسان كيغطي على شي حاجه فيه خايبه، منين يتزوج كيوقعوا ليها مشاكل. تكون الصراحه في الاول بغيتيني كمان انا مرحبا، ما بغيتيش الله يسهل عليك. هادشي اللي كاين الصراحه راحه في الجواز، الصراحه راحه ولا احترام ولا احترام ولا احترام. الاحترام الاحترام، برافو عليك اكدتي على الاحترام. نقولوا لك بالله حنا دراك في الجنوب، ايه المراه عاطيها الرجل المرأة عاطيها شنو لالا مومنا؟ الثقة 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 الثان، يمكنش لي يشك فيها ويمكن كاع يتعرض عليها مرة أخرى وعادي ما عندهاش مشكلة. يعني تعرف عليها من ناحيه الصداقه او العمل او هذا ما يتزوج بها، يتزوج بها حيت هي مدخله في راسها بانه ماشي مشكل تكون يعني تعدد الزوجات، ماشي مشكل. عادي ما عندها مشكله، يمكن يتزوج ولا لا، لو يقوم بها لو يقوم بها ماديا ما عندهاش مشكل هي. المهم كما نقولوا حنا في الجنوب الفضه موجوده يقوم فيها، يعني كل وحده ودارها وكل وحده مع تركتها وبخير عايشين، ما كاين حتى مشكل. والله والله هذه الجامع والله الا الشباب مسكين خاصو يتعرف لا اله الا الله. وهذه فلسفه هي تحترم طبعا، بالنسبه صعيب على بعض السيدات انهم يفهموا هاد يعني هاد تيقول لك ما يمكنش ما غاتغيرش الى اخره، فانتم ما تتشعروش بالغيره ربما حيت كاين هاد القضيه اصبحت من السلوكيات اللي معتدتي عليها، فما كاينش مشكل. يا شوفي الله يتهلا فيا ويوفرني الشوط يعمل يتزوج حتى ربعه الله يعاونوه. الله بصحته والله غير انا نكون ما خاصنيش والله الا بصحته. ايوا بزاف بزاف الرجاله غيعجبهم هادشي اللي تتقولها لالا مومنا. بزاف الرجاله غيكونوا من المستمعين يعجبهم هادشي اللي تتقولها لالا مومنا. ودريك العنايا تراهم ما يحملوني يقولوا والعيالات يقولوا اش تتعاود هذه السيره تتقول هذه. هذه مساله حللها الله سبحانه وتعالى. طبعا طبعا، وهو تعدد الزوجات بشكل عام يعني ماشي كانت شي حاجه قبيحه، وماشي شي حاجه قبيحه لو انه دار في المسائل ديالو كما يجب. هذا اللي كان. لا لا والله 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 يسر الجميع والله. هذا اللي كان المهم، كل واحد يلقى راحته ولا لا مؤمنة، كل واحد يلقى راحته. والله لا والله لا والله نشوفوا الشباب اللي بقى في نظرك بدا يتعرف وما عنده اي امكانيات قليله، وكتشوفي الشباب ما شاء الله. اي والله العظيم كيف الشباب كيف هكاك.
تحفظهم المولانا تبارك وتعالى. الله يصوب الله يصوب لاله ممنه. حياك الله. شكرا جزيلا على المشاركه ورا البرنامج ديالك في اي وقت، مرحبا بك. وحنا تنهتموا بالاراء ديال جميع الاقاليم ديالنا، لان كما قلت يا غينا دابا شوفوا انتم السيدات تقول لك ما كاين حتى مشكل هي بالنسبه لها، باش تعرفوا بان كل واحد كي تيشوف كما قلت لكم راه السلوكيات مختلفه، وكل واحد عنده قفته، وكل واحد كي تيشوف الامر. هي بالنسبه للمنى وتشكر، قالت بان بالنسبه للمناطق جميع حنا ما عندناش مشكل، على اساس انه يكون هو مستمتع ويكون قادر على انه يفتح بيوت، وانه يعني هي ما يكون خاصه بتا حاجه، والله يعاونه. هذه طبعا فلسفه تحترم، وطبعا اي واحد ممكن يختار داكشي اللي موالمو واللي تيعجبو، بدون يعني حنايا ما يمكنش نحكموا على هاد الطريقه او الطريقه. فين هي الطريقه المثلى؟ كما قلت لكم راه ما كاينش واحد معادله رياضيه تتقول لك بان هكذا خصها تكون العلاقه الزوجيه، ما كاينش هاد الشيء، لان كل واحد وظروفه، وكل واحد شنو باغي، وكل واحد شنو خصو. فاذا ما يمكنليش نعمم، تعميم ما كاينش. عندي اشتراك ايضا من الاخ محمد عبر الواتساب، رساله صوتيه غنتسنتوا ليها. السلام عليكم. اولا كنشكركم على الفكره ديال البرنامج، وعلى هذا الجديد اللي كنشوفوه في الفضاء السمعي في مجال الاذاعات المغربيه، ولما لا الفضاء السمعي البصري مع الوقت ان شاء الله يا رب العالمين. فيما يخص المداخله ديالنا في الموضوع ديال اليوم ديال السعاده الزوجيه، بغيت نقول غابيدمون واحد خمسه ديال الافكار كنقولهم على باز ديال السعاده في داخل اي منزل. كنظن ان النقطه الاولى اللي خاصها تكون هي الاحترام، النقطه الثانيه هي الثقه المتبادله، النقطه الثالثه هي الابتعاد عن الغيره الزائده، لان الغيره بافوا كتقتل. النقطه الرابعه ومهمه هذه بزاف، نبعدوا الاهل والاصدقاء على الحياه داخل البيت، ما نبقوش نتشاوروا بزاف، زعما نحاولوا نبعدوا الاهل على المشاكل ديالنا وهادشي كامل، انك يقدروا يعمقوا المشاكل من بعد. والنقطه الاخيره وهذه مهمه هي في نظري، هو سرعه حل الخلافات الزوجيه. دابزتي انت ومرتك، ما تبقوش بزاف ندابزين، لان هذا الفراغ كيقدر يتعمق مع الوقت. غابيد مول واحد خاصو يحل الخلاف، وهادشي كيتم بالحوار بيانسور. دونك كنشكركم مرة أخرى على البرنامج وعلى الأفكار وعلى هاد الفرصة ديال التفاعل، شكرا جزيلا. إذا شكرا على هذا التدخل القيم. إذا قلنا على الاحترام، قبيلة نقولوا دائما الاحترام، تكلمنا على الثقة المتبادلة، وطبعا الثقة ضرورية في أي حاجة، في العمل، في الحياة الزوجية، ما بين في التعاملات إلى آخره، ضروري من الثقة، لما كاينش الثقة ما كاين والو. إذا طبعا نتكلم أيضا على الغيرة اللي دائما كما قلت ما خصهاش تفوت واحد الحد ديالها. النقطتين الجديد اللي قلنا الأخ جدي مزيانين تهما نوثقوا عليهم، هو قضية ديال الأهل والأصدقاء في البيت. فعلا أن خاص يعني لا سواء بالنسبة للزوج ولا سواء بالنسبة للزوجة، ملي تدخلوا في حياتكم الشخصية سواء الأصدقاء أو الأهل إلى آخره، هنا تزيدوا تكبروا، لا كان شي مشكل تعاد تزيد يكبر، لأن تدخل فيه طبعا معطيات وحدة أخرى اللي فيها الأنا، وفيها طبعا واش غادي ما بقيتش غير الدولة، غير تتولي ماشي بغي بينك وبينه. فكاين شي مسائل طبعا خاصها تبقى طبعا في بيت الزوجية، المسائل هذه خاصها تكون يعني عندك واحد المربع، ما كل شيء يقال. العلاقة الزوجية هي علاقة طبعا فيها أمانة، أمانة في بزاف المسائل، لأن كما قلت كاينة واحدة باش يمكن لا تكون ثقة، هادشي راه مترابط مع بعضياته. فما يمكنش إنسان الرجل غادي يدير فيك ثقة أو أنت غتعمل فيه ثقة لو لقيتي أخبارك عند آخرين، سواء كانت ختو أو حتى الوالدة ديالو إلى آخره، لأن كاين شي مسائل يعني يحتفظوا بها الزوجين نفسهم، هذه ما تيشركوهاش مع الأهل ديالهم، وطبعا هذاك هاد الشخص الحفاظ عليه. أيضا فيما يخص سرعة يعني حل سرعة الخلافات، هي هذه نقطة مهمة فعلا. بعض الأحيان تيوقع مشكل بسيط، لكن تياخذ واحد الحجم كبير على ود حيت تعطلنا فيه ودخلت بزاف المسائل ما في الوقت، وخدا واحد يعني واحد الشكل اكبر من اللي كان. فبالتالي نحاولوا دائما انه ما امكن ان المسائل يعني اللي تتحل
مابقاش التنازلات كما قلنا والصبر والانسان انه يحكم عقله. ما يمكنش ان الانسان يعني شي مسائل نبقى فيها الانا، الانانيه يعني عندها واحد الحدود، ملي تفوت الحد ديالها تصبح يعني مرض وتصبح يعني شي حاجه اللي غتجيب لي المتاعب. وانا كانسان عاقل المسائل اللي غتجيب لي المتاعب ما عندي ما ندير بها، فبالتالي خصني نعاود نشوف السلوكيه ديالي، ما يبقاش داك الانا تيطغى عليا، ما تبقاش عاوتاني داك الكرامه مزيانه، ولكن الانسان يحافظ على كرامته في حدود المعقول. والانسان طبعا اللي عنده ثقه في النفس هو ايضا انسان تيقول راني غلط، فما فيها باس الانسان، راه ما كاينش شي واحد اللي كامل. قلنا الاخت مومنه راه قلناها، الانسان اللي كاينه كاينه، منين غلط انا نقول راني غلط، ومنين غلط هو حتى هو يعمل واحد هذا، ما فيها باس. بالعكس شي حاجه اللي تتكبرك هذه ماشي تتصغرك، خصني ناخذها بعين الاعتبار. عندي ايضا بزاف ديال التدخلات في الصراحه بالنسبه لللايف، يعني استوقفني واحد التدخل ديال الاخ الاخ جمال مختار، تيقول ما شاء الله عليه. طبعا هدا تكلمنا على في الاول اساسا الكاستينغ يكون مزيان، يعني حسن اختيار الزوجه وحسن اختيار الزوج، هذه طبعا قبل ما تكون الحياه الزوجيه مهم، وهذا باش هذا الموضوع ما يقولوش الناس فقط اللي هو خاص بالناس المتزوجين، هو ايضا خاص بالنسبه للناس اللي مقبلين على الزواج، باش انهم يحدوا من الاخطاء ديال الاخرين، وانهم يعني يتحاشوا بعض الاخطاء في القادم ان شاء الله. فاذا طبعا اختيار حسن اختيار الزوج والزوجه في البدايه هذا شيء مهم، والانسان يعني خاصو يحدد شنو هما المسائل الضروريه اللي خاصها تكون في شريك او شريكه العمر، ضروري بانها يعني يحددها فيما قبل، ويكون انه هذا اهم شيء بالنسبه لي. فطبعا هو لو كان انه حدد المسائل فقط في الشكل او في الماديات الى اخره، فبطبيعه الحال ما غادي يكون حتى حاجه من هذا الشيء، وما غيكون لا احترام ولا حتى حاجه، وما بني على باطل فهو باطل. وعودة إليكم أصدقائي، وموضوع اليوم في مجال الأسرة السعادة الزوجية، وكيف نحصل على السعادة الزوجية، كيفاش خصنا نحد من التصرفات اللي تتحد من السعادة الزوجية. إذا سواء بالنسبة للمتزوجين ولا سواء بالنسبة للمقبلين على الزواج، هذه النصائح هي مفيدة طبعا، لأن تجعلنا ناخذ أفكار، وطبعا العقولة بزاف الحمد لله، وإدراكات كبيرة ما غادي تمكن لها غير أنها تنفعني ونهز انا في قفتي داكشي اللي موالمني، كما قلنا كل واحد وكيفاش تيشوف الحياه. وطبعا في كل ما يخص الانسان فهو طبعا علم غير مضبوط، وبانه كل واحد عنده الاحتياجات ديالو، كل واحد كيفاش تنجاوبوا عليها. عندي تدخل ديال الاخ حميد اللي تيقول لي بالنسبه للسعاده الزوجيه، ان يكون الزوجان قد تزوجا عن قناعه وحب، أن يكون الزوجان معا ملتزمين بالدين الإسلامي كالحرص على الصلاة وعدم النميمة وعدم الخيانة والصبر والقناعة، وأما غير هذين الشرطين فلا محالة أن تكون الحياة الزوجية غير سعيدة مهما توفر الظروف المادية. إذا شكرا أخ حميد. طبعا بالنسبة للإخوة اللي عندهم عنده هاد القناعة، طبعا أنت دابا عندك دايل فيش دي تكنيك ديالك، يعني بالنسبة لك خصها تكون إنسانة ملتزمة بالتعاليم الدينية إلى آخره، فهذا شيء جميل. هو الإنسان مزيان أنه يكون يحدد أكثر، يعني كل ما كان تحديد يعني الفيش تكنيك كما تنقول، هاد الخاصيات وحددتيها وعرفتي راسك شنو باغي، فشيء جميل. يعني انت يا غادي تعرف راسك شنو غادي تختار، باش بعد أساسا من يجي تجوج، ومن غادي تجوج تتعرف شنو هو المهم بالنسبة لك انت. ربما ناس وحدة أخرين ربما ما تكونش هذه هي الصفات ديالهم، فلكل كما قلت كل واحد أنه يكون واضح مع نفسه، ويكون انه يقلب على داكشي اللي تيبغى اللي تيبغي، وان شاء الله غادي يلقى طبعا اي حاجه غادي تلقى بالمقابل، لو كان اجتهاد غادي يكون بالمقابل طبعا هناك اشياء. الحاجه اللي بغيت نتوقف لها هنا وشي حاجه مهمه بالنسبه لي، وهي استنتجتها من الاخ جمال مختار اللي معايا، اللي قال السعاده تحدث عندما يحاول الطرف اسعاد الطرف الثاني، وهذه نقطه مهمه غادي نتوقف فيها. علاش؟ لان فعلا من احد اسباب السعاده الزوجيه ان الانسان قبل ما يفكر شنو باغي ياخذ بواحد اليد يشوف شنو غادي يعطي باليد الاخرى. يعني ما كاين باس انا غادي نعطي من هنا وغادي ناخذ من هنا، راه كما يعني داكشي اللي غادي تعطي هو اللي غادي تاخذ.
لو عطيتي كلام طيب وعلاقه هذا فعاده نعطيها ديال لو انك زعما مع الانسان المناسب الى اخره راه غادي تاخذ داكشي اللي تتعطي. فبالتالي لو انني يعني ما نبقاش فقط مركز فقط على شنو غناخذ وركز ايضا بل واكثر على شنو غادي نعطي اكيد غادي تكون الحصاد من جهه اخرى مهم. فمزيان اننا نركزوا على هذه القضيه ودائما نسالوا شنو ممكن نعطي. الاخت ممنى قبيله قالتك مزيان ان المسائل تبدا في وضوح، ما بني على باطل فهو باطل، الساس خصو يكون مزيان، اذا ما فيها عيب. انا عندي مثلا عندي انا مشكل مع الغيره، نعرف ان عندي مشكل مع الغيره، نقول راه عندي مشكل مع الغيره وبانه كذا، ونحاول طبعا نعالج نفسي ونحاول انه تكون عندي الثقه في الاخر، ونحاول انني يعني ندير التمارين اللي خاصني باش يمكن لي نقص من هذا العيب ديالي. اذا هذا على سبيل المثال، ولكن طبعا الانسان دائما انه دائما يحاول دائما يعالج نفسه من هذه المسائل هذه، من هذه السلوكيات اللي غادي تجيب له غير المشاكل. هذيك الانانيه المفرطه انا اللي خصني ندير، وانا طبعا حتى هي خصها تنقص. هذيك المسائل في حال انه لا انا كلامي اللي غادي يمشي، كما قلت الحلقه اللي فاتت، حنا نتوما ماشيين، هذه راه شركه، هذه فيها يعني شركه وشركه يعني ملي تنجيو ندخلوا فيها على اساس غتبقى طوال العمر وغادي يكونوا فيها ابناء وغادي يكون فيها بزاف المسائل الى اخره. فبالتالي حنا ما ندخلوش ديك القضيه ديال شكون اللي غادي يغلب، ولا النهار الاول غادي يموت المش، ولا كل واحد شاد الميتريوز على الاخر تيتسنى. هذا واش انت داخل تزوج ولا داخل في عذاب؟ إذا من يعني من الحكمة أن الإنسان أول شيء يعني الاختيار يكون صائب، الاختيار يكون صائب، فهذه المسألة غادي طبعا غادي توفر لك بزاف الجهد من بعد. ثم أنه مني يعني ندخل لهذه التجربة ندير ما يجب، يعني ما لا يتم به الواجب فهو واجب. فإذا الإنسان كاع الحاجة اللي غادي تخصني نديرها باش هاد الأمور ننجحها داخل أنا في واحد المشروع خصو ينجح. فإذا غتسأل نفسي كيفاش غادي ندير باش ننجحو، كيفاش غادي نتفاهم مع هاد السيدة، كيفاش غنتفاهم هي غتقول مع هاد السيد، شنو هي الأمور اللي غادي نديرها باش هذا. وطبعا خص الاستمرارية، لأن طبعا حتى ثقافة الكوبل أو ثقافة الزواج عندنا ناقصة شوية في العالم العربي، على أساس أننا تنظنوا أننا سنينا واحد العقد وصافي امتلكنا الشخص الآخر. لا، اجتهاد خصو يستمر ويستمر ويستمر، وبأن دائما الشيء الوحيد الذي لا يتغير دائما تنقول هو التغير. فدائما الإنسان يقول أنه كيفاش غنحبب هاد الزوج فيا، وكيفاش غادي يشوفني انني دائما ديك المراه الجميله الى اخره. ونفس الشيء بالنسبه للاخ، حتى هو خصو يهتم بنفسه الى اخره، كيما عجبتها نهار الاول واش عجبتها بالرجوله ديالي بالشهامه ديالي بهذا، فهي خصها تلقى هاد المواصفات، وخصها بالعكس يتزاد داك الشيء مع الوقت، لان تيدخل فيه الاحترام وتيدخل فيه بزاف ديال المسائل. اذا دائما كما قلت خاصني دائما نعاود السؤال ديال غادي تقولوا لي تنعاودوا افيكتيمون هذاك القضيه دائما فعاود، ماشي علاش هي ما دارتش هكاك، علاش هو ما دارش هكاك، ماشي انا غادي نبدلها، ماشي انا غادي نبدلو، لا غادي نحترم الاختلاف ديالو، غادي تحترمي الاختلاف ديالو يعني ديالها، وبانه غادي نستمروا غنحاولوا اننا نبنيوا واحد العلاقه زوجيه يعني فيها الموده فيها الرحمه فيها انه الهدف ديالي اسعاد ديالك والهدف ديالك اسعاد ديالي، وباننا قررنا نمشي بعيد ان شاء الله ونديروا واحد يعني واحد المشروع جميل اللي هو ونجحوا فيه بجوج، اللي هو مشروع ديال الزواج. هذا الشيء ما يمكنلوش يكون الا لو كان هناك وعي، لو كان هناك يعني واحد روح المسؤوليه، لو غضينا النظر على بزاف المسائل. وطبعا خص يكون الصبر، لان ماشي بالضروره دائما داك اللي قدامك ديما تيفهم وديما هذا، ولكن نحاول ما امكن انه نعطيه فرص وعاوتاني نشرح له. وبعض الاحيان خص حتى يكون واحد الذكاء كما قلت قبيله، انه الانسان تيدخل في واحد الشركه جديده ولا تتقول له ما تبداش في الاول تعطي الاراء ديالك، بعدا شوف كيفاش الامور ماشيه الى اخره. فحتى ملي تنتعاشر مع واحد الشخص او تنتعاشر مع واحد السيده، تنعرف فين هو الوقت المناسب باش نجبد هذا الموضوع، فين هو الوقت يعني شنو تيبغي. راه بعض الاحيان المسائل بسيطه يعني تتحل لك المشاكل كثيره، غير هي خص واحد الاجتهادات، واحد الاجتهاد بسيط، وانه نعمل واحد المجهود، وكونوا على يقين هذاك راه المجهود ما غيمشيش صودا، بل بالعكس غادي يربحك، لانك لو انك استطعتي تكون عندك واحد الحياة زوجية جميلة وهادئة، فأكيد أنت واحد الإنسان محظوظ وعندك طاقات إيجابية في البيت ديالك،
وطبعا انت ممكن تخرج كل نهار بنشاط وعندك طبعا استعداد انك تقاوم العالم الخارجي وتخرج وتكون عندك نشاط. فطبعا من الحكمة أنني نوفر هاد المسائل في البيت ديالي، ومن الحكمة أنه يعني هادوك الناس اللي عندي في البيت نكون يعني معاهم صديق وهذا وما يكونش أعداء، لأن لو أنا فتحت عليها الباب فطبعا هذا مسألة غادي تضرني وأنا اللي غادي نخلص ثمن أكثر من للآخرين. فبالتالي حذاري من بعض التصرفات اللي هي بصراحة لا تنمي على شيء إلا على حمق. فمن الحكمة أنه كل وقت دوزته خاصني نحاول ما أمكن ألقى فيه السعادة، ألقى فيه السعادة بحكمة التصرف، بعدم الأنانية اللي تطغي دائما على السلوكيات ديالنا بعض الأحيان، الأنا اللي خصني نحد منه. فأنا لو كانت عندي قيمتي في راسي ما محتاج أن الآخر يقولها لي، يعني أنا عارف يعني عارف ما محتاش. مزيان أنه الإنسان طبعا تنتظر الكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة صدقة ومزيان تكون في البيت إلى آخره، ولكن من الطرفين ماشي فقط نتسناها دائما من الطرف الآخر. على أي الموضوع في السعادة الزوجية ما عمره ما غيتكمل، وهذه الحلقة الثانية اللي احنا تنتكلموا على السعادة الزوجية، وتنشوف بزاف ديال التدخلات وكما شفتوا بزاف ديال العقولة وبزاف ديال طبعا الاشتراكات. فهذه القضية طبعا تتبين على أن كل يعني كل بيت عنده خصوصيات دياله، وكل بيت عنده طبعا أسباب النجاح دياله. بالنسبة لنا احنا يعني كموضوع فاحنا تنناقشوا على أساس أنه نستفدوا من تجارب الآخرين، ونستفدوا طبعا من حكمة التصرف ديال الأشخاص فيما يخص هذا المجال. غادي ندوزو كما العادة التمرين الحفظ قبل ما ننهيو البرنامج ديال اليوم. وطبعا بالنسبة للأشخاص اللي أول مرة معنا في البرنامج غادي يفكروا في ثلاثة الأشياء جميلة وقعت لهم اليوم، وأنا متأكدة غيقول لك ما كاين والو، لا غيقلب شوية غادي تلقى. أول شيء مثلا نطي على رجليك وانت يا يعني شي حاجه اللي ماشي كل شيء دارها اليوم، فهي طبعا رزق من الله سبحانه وتعالى. اذا غادي نبداو هذا التمرين اللي معروف بالنسبه للعالم تمرين ديال لا غراتيتود. هذا التمرين ديال الحمد تجعلنا اننا طبعا ناخذ طاقات ايجابيه ونبداو بسيه سعيده، وتجعلنا اننا نركزوا في المسائل الجيده اللي وقعت لنا في اليوم. فنبداو مع الامر الاول. الحمد لله. إذن الأمر الثاني، الحمد لله. الأمر الثالث، الحمد لله. إذن الحمد لله عدد حباتي للرمال، الحمد لله عدد أوراق الأشجار، الحمد لله كثيرة، الحمد لله دائما وأبدا، اللهم لك الحمد. فإذا أصدقائي تنتمنى لكم نهاية يوم سعيد إن شاء الله. الموعد لنا غدا إن شاء الله على نفس المحطة وعلى نفس التوقيت طبعاً.